السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الخامس؟ الحصة السابقة تناولنا درس القراءة اللي هو أحلام رندا، وضحنا معاني المفردات واستخرجنا الفكرة الرئيسية. اليوم إن شاء الله راح نكمل عند المعجم والدلالة. افتح الكتاب يا خامس، صفحة 99. أضف إلى معجمك اللغوي فخم عظيم، وفق بحسب، ازدان تزين، تلوح تحرك، تهدل تدلى واسترسل. مطلوب منك تعرف لي معاني هذه الكلمات غير بالإضافة إلى المعاني اللي كتبت لك إياهم. السؤال الثاني، استخرج من النص كلمات توافق في المعنى كل كلمة تحتها خط. يعني نستخرج من النص الكلمات بتوافق معنى الكلمة اللي تحتها خط نفس معناها من النص. ألف، تحافظ أسماء على أوقاتها الثمينة بحرص. الخط تحت مين يا خامس؟ تحت الثمينة. الآن وين في من الدرس كلمة في معناها بتوافق معنى كلمة إيش؟ الثمينة. خلينا نشوف، الثمينة غالية الثمن. إذن الثمينة غالية إيش؟ غالية الثمن. خلينا نشوف بقى، نظرت الأم إلى ابنتها المتفوقة باعتزاز. وين الكلمة اللي في النص بتوافق في معناها كلمة نظرت؟ تطلعت. جيم، أعتني بشعري ليصبح لامعاً. وين يا خامس الكلمة اللي وردت في النص اللي هو أحلام رندا تشبه معناها كلمة لامعا؟ خلينا نشوف، فقد ازدان بالماس البراق. إذن لامعا لأن هون مكتوب على البراق لامعا براقا. السؤال الثالث، وظف الكلمات الآتية في جمل مفيدة من إنشائك. ألف، أنال، أشتهي، استيقظت. راح نحطهم في جمل مفيدة. خلينا مع بعض نعملهم. أنال مثلا لو حكينا، أنال ما أريد بالعمل. أنال ما أريد بالعمل. أشتهي لو حكينا، أشتهي الحلوى اللذيذة. استيقظت، استيقظت رندة من نومها، استيقظت رندة من نومها. إذن أنال ما أريد بالعمل، أشتهي الحلوى اللذيذة، استيقظت رندة من نومها. هنشوف أسئلة الفهم والاستيعاب. السؤال الأول، الفهم والاستيعاب. صف حالة رندة في القصر. كيف كان خامس حال رندا في القصر؟ قلنا كانت ترتدي الملابس غالية الثمن، غالية الثمن، وتمسك بيدها عصا صغيرة، تلوح بها هنا وهناك. إذا كانت ترتدي الملابس غالية الثمن وتمسك بيدها عصا صغيرة تلوح بها هنا وهناك. السؤال الثاني، ما الأمر الغريب في العصا التي كانت تحملها؟ شو هي خامس الأمر الغريب في العصا اللي كانت تحملها رندا؟
كانت لما تحركها تحقق كل شيء إيش هي بتتمناه. إذن الأمر الغريب أنها كانت تحقق لها ما تريد. الأمر الغريب في العصا أنها كانت تحقق لها إيش ما تريد. السؤال الثالث، هات عبارة من النص تدل على أن رندة كانت تحلم. شو العبارة في النص الخامس اللي دلتنا على أن رندة كانت تحلم؟ اللي هي عبارة إيش؟ وفجأة استيقظت من نومها العميق. وفجأة استيقظت من نومها العميق. سؤال 4، كيف تتحقق السعادة برأي والدتها؟ شو كان رأي والدة رندا أنه كيف تتحقق السعادة؟ تتحقق السعادة برأي والدتها بالعمل. إذن تتحقق السعادة بالعمل والجهد. سؤال 5، ماذا كنت ستطلب إلى العصا لو ملكتها؟ سؤالك شخصي خامس، لو أنت ملكت هاي العصا شو في إشي كنت راح تطلبه من هاي العصا؟ 6، ما رأيك في نصيحة أم رندة لابنتها؟ شو رأيك في نصيحتها لما قالت إنه إحنا ما بنحصل على إشي اللي بدنا إياه إلا بالعمل والجهد؟ هاي نصيحة صادرة عن أم حكيمة، نصيحة صادرة عن أم حكيمة. سؤال 7، اكتب نهاية أخرى للقصة. راح يكون معك واجب يا خامس اللي هو سؤال 5، راح تحكي رأيك الشخصي لو كنت تملك العصا شو راح تطلب منها، وسؤال 7، اكتب لي من عندك نهاية أخرى للقصة غير المكتوبة في الدرس. ماشي، إذا راح يكون عندنا واجب 5 و7. ويعطيكم العافية خامس، الحصة القادمة إن شاء الله راح تناول قاعدة المفعول به، ولا تنسالي الواجب. بالنسبة للنسخ أحلام رندا، انسخلي من عند وجدت إلى عند كتفيها. ويعطيكم العافية.